الشبيبه امامكم زوز لاعبين هما حسين جابر وسلمى القصديوي. تبعوا الكره ما زالت ما خرجت على الخط النهائي، لكن شوفوا الحارس وين، حارس الاولمبي البيجي قيس العمدوني وين موجود، جاب كره بعيده وتعادوا تشاهدوا الصوره. هذوما لاعبي الشبيبه، كره ما تجاوزتش الخط النهائي، قاعده تلعب لكن الحارس شاف كره ثانيه وخرج يجيب في الكوره. الحق قاعد يعمل الحارس؟ شوفوا التبرير نتاعو.